السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، ترحب بكم وقسم اللغة العربية يسعد أن يقدم لكم الدروس المصورة للصف الثالث الابتدائي. نستكمل مع قسم التدريبات اللغوية درس المفعول به الجزء الثاني. الهدف الأول أن يحدد الطالب المفعول به في جمل بسيطة بصورة دقيقة. هنا سنعرض عليك بعض الجمل وتحدد فيها المفعول به. نتذكر سؤالا قمنا به، سؤال مهارات التفكير في نهاية الحلقة الماضية، ما نوع الفعل الذي يستحيل أن يأتي بمفعول به؟ هو نوع الفعل قلنا لكم استعينوا بإخوانكم الذين يدرسون في الصف السادس أو معلمكم. جاءتنا إجابات طيبة جدا، وإجابات كلها بفضل الله سبحانه وتعالى إجابات صحيحة تظهر مدى ذكائكم، أبطال وأذكياء ومتفوقون بإذن الله عز وجل. هو الفعل الذي يستحيل أن يأتي بمفعول به هو فعل لازم، هو فعل لازم. ماذا تعني كلمة لازم؟ لازم أن يأتي فعل وفاعل فقط، ويلزم ذلك، يقف عند هذا الحد ولا يستطيع ولا يتجرأ أن يأتي بمفعول به. لكننا هنا ندرس المفعول به ونقول أن مكونات الجملة الفعلية وفعل وفاعل ومفعول به. قلنا أن المفعول به هو من وقع عليه الفعل، هو من وقع عليه الفعل، وهو اسم منصوب. ماذا تعني منصوب؟ عليه فتح، يظهر على آخره فتح. هنا نحدد المفعول به في جمل بسيطة. ضع دائرة تحت المفعول به. أكل خليفة برتقالة. خليفة، من الذي سيجيب على هذا السؤال؟ خليفة. أين المفعول به خليفة؟ بالفعل البرتقالة، برتقالة، لأن الفعل هو خليفة والفعل هو أكل، إذا المفعول به هنا برتقالة. كرم المدير الطالب المجتهد. ممتاز يا علي، ممتاز. هنا الطالب، لأن الفاعل هنا المدير والطالب هو المفعول به. جيم تاء، رأيت بقرة ترعى في الحقل. أين المفعول به؟ المفعول به هنا، ممتاز ممتاز يا خميس، مفعول به هنا بقرة. ثاء، عالج الطبيب الجريح. الذي سيعالج هو الطبيب، لكن أين المفعول به؟ الذي وقع عليه الفعل. ممتاز يا حمد، الذي وقع عليه الفعل هو الجريح، يبقى هنا الجريح والمفعول به. اشترى أبي من الشركة سيارة جديدة. أين المفعول به؟ أين المفعول به أبطال؟ ممتاز يا هلال، ممتاز، رائع. سيارة، اشترى أبي من الشركة سيارة. الذي وقع عليه فعل الشراء هو السيارة، والأب هو الذي اشترى. ممتازون يا أبطال، أحسنتم. ننتقل إلى التدريب التالي يا أبطال في مصدر الكتاب صفحة 90. هنا نريد أن نصل بين الجملة في العمود ألف والمفعول به المناسب لها في العمود باء. نقرأ الجمل ونقرأ البدائل. زرع الفلاح الفطائر أو السير أو الحافلة أم شجرة؟ زرع الفلاح، أحسنت، ممتاز يا ناصر، زرع الفلاح شجرة. هنا المفعول به المناسب لهذه الجملة شجرة. ركبت ماذا؟ ممتاز ممتاز يا محمد، الحافلة، رائع رائع. ينظم الشرطي، ينظم ماذا؟ الفطائر أم السير؟ بالفعل السير، ممتاز يا سعدي سعدي. والكلمة المتبقية، أعدت الأم الفطائر، إذا هنا المفعول به الفطائر. لابد يا شباب أن يكون المفعول به مناسبا للجملة، مناسبا. لا نأتي نقول إذا لم يحضر لنا بدائل نقول زرع الفلاح الطائرة، لا 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 يصح. إذا لابد أن تكون البدائل صحيحة ومناسبة للمعنى. هنا الهدف التالي أن يكمل الطالب الجملة الفعلية مفعول به مناسب مضبوطا بالشكل. نضع أمامكم السؤال من مصدر التعلم صفحة 90. نريد أن نكمل الفراغ بمفعول به ونضبط حركة آخره. السؤال يتضمن شقين، الشق الأول هو أن نكمل بمفعول به ونضبط حركة آخر هذه الكلمة التي نضعها في مكان المفعول به.
شاهد الصغير ماذا شاهد؟ من يقترح؟ من يقترح؟ شاهد الطائرة، شاهد العصفور، شاهد الشجرة. نضع كلمة الطائرة. ممتاز يا ناصر. الطائرة تاء نضع في آخرها، نربطها بالفتح. يعالج الطبيب ماذا يعالج؟ ماذا يعالج يا يوسف؟ يعالج الطبيب، أحسنت، المريضة. المريضة موجود على آخرها، ضبطها بالفتح، لا تنسوا الفتحة، لا تنسوا حركة الضبط يا أبطال، لأنها عليها جزء من الدرجة. أوقف الأب، ماذا أوقف الأب؟ من الممكن أن نقول أوقف الأب، ها، ماذا أوقف يا محمد؟ الشجار. ماذا أوقف؟ أوقف الجوال. ماذا أوقف؟ أوقف الأولاد. أوقف أو نجيب أول إجابة، أوقف الشجار، كان هناك شجار وأوقف الشجارة، نضع فتح. يرمي اللاعب، يرمي اللاعب يا سلطان الكرة. ممتاز يا سلطان، الكرة تاء عليها فتحة في آخرها، فتحة. هنا يا أبطال نفتح مصدر التعلم صفحة 90 للإجابة على هذا النشاط، وهذا النشاط يتكون من شقين. الشق الأول أن نرتب الكلمات مكونا جملة مفيدة، نرتب الكلمات لنكون جملة مفيدة، ثم نحدد المفعول به، ثم نحدد المفعول به في هذه الجمل. هنا يا أبطال أعطى لنا مثالا، وهو العمرة أبي أدى، هذه كلمات غير متناسقة وجملة غير مرتبة. نرتب هذه الكلمات لنكون جملة فعلية، أدى أبي العمرة، واستنبط منها وحدد أن المفعول به هنا هو العمرة تاء. نأتي للمثال الثاني، راشد، أجب يا راشد على هذا السؤال، الكتاب تقرأ هند، جملة فعلية، هنا الفعل، ممتاز يا راشد، تقرأ هنا هي الفعل، إذن تقرأ ثم هند، رائع، الكتاب، تقرأ هند الكتاب، هو الترتيب الصحيح لهذه الجملة. وأين الفاعل هنا يا راشد؟ الفاعل هنا الفاعل هند. أين المفعول به الذي سنضعه في العمود المجاور؟ إذن الكتاب، ولا ننسى كتابة الفتحة آخر هذه الكلمة. الإجابة على الجملة الثالثة، من يجيب على هذا السؤال؟ خالد، للضيف قدم القهوة محمد، للضيف قدم القهوة محمد، أين الفعل هنا؟ رائع يا خالد، قدم هنا الفعل، إذا نبدأ الكلمة الجملة بهذه الكلمة، قدم، ثم نأتي بمن الذي قدم؟ قدم محمد هنا الفاعل، ماذا قدم؟ قدم القهوة، قدمها للضيوف. إذن يا أبطال الترتيب الصحيح لهذه الجملة، قدم محمد القهوة للضيوف. أين المفعول به؟ المفعول به هنا يا أبطال، أين المفعول به؟ هو القهوة، المفعول به كلمة القهوة، ولا ننسى أن نضع الفتحة في آخر كلمة المفعول به. من يقرأ الجملة التالية؟ كلمات أوقعت على الأرض الكلمة القلم حصة. نأتي بالفعل في بداية الجملة، الجملة الفعلية تبدأ بفعل، أين الفعل هنا يا أبطال؟ أنا الفعل منصور، الفعل يا منصور هنا، ممتاز يا منصور، أوقعت، من التي أوقعت؟ حصة، ممتاز، ماذا أوقعت؟ أوقعت القلم، هنا الفاعل حصة، والمفعول به هنا، هنا ما، هنا القلم، أحسنت يا منصور، إذن يا أحباب نضع القلم بحركته وهي الفتح في العمود مفعول به. هنا يا أبطال في الهدف الثالث، أن نوظف، يوظف الطالب المفعول به في جملة من تعبيره توظيفا صحيحا. التوظيف هنا أن نستخدم هذه الجملة ونعبر بها في عن صورة، عن موقف، عن مشاعر، نعبر باستخدام مفعول به، مفعول به إذن جمل فعلية. هنا في مصدر التعلم أتى بصورة ويعبر عن الصورة السابقة بجملة فعلية تشتمل على مفعول به، شمل المفعول به. نعبر عن هذه الصورة، الصورة هنا إشارة مرور وأبراج الدوحة وسيارة وشجرة ورجل كبير، شيخ كبير، وشاب وصبي صغير. ماذا نعتقد؟ هنا الإشارة حمراء، السيارة متوقفة، وهناك صبي ورجل كبير، ما السلوك؟
هات فعل في أول الجملة، فعل، ابدأ بالفعل. فعلا يساعد، يساعد من؟ الصبي. يساعد ماذا؟ الرجل أو الشيخ الكبير. أحسنت أحسنت أحسنتم يا أبطال، هنا كلكم رائعون. يساعد الصبي الشيخ الكبير، يساعد الصبي الشيخ الكبير، وهذا من باب التعاون والرحمة بالكبير واحترام الكبير، هذا واجبنا كما علمنا إسلامنا الحنيف. الآن يا أحباب نختم درسنا اليوم بهذا السؤال، ما علامة ضبط المفعول به؟ علامة الضبط التي تظهر على آخر مفعول به، ما هذه العلامة يا أحباب؟ أحسنت ممتاز، هي الفتحة. أحسنت يا نصر، ممتاز يا بطل، هي الفتحة. لماذا نضع الفتحة يا أحباب؟ لماذا نضع الفتحة؟ لماذا نضع يوسف؟ فعلا يا يوسف، لأنه اسم منصوب. أخي يا شباب، المفعول به هو اسم منصوب، والاسم المنصوب نضع على آخره فتحة، علامة ضبطه فتحة. نختم يا شباب الدرس بالتذكير بواجب هذا الدرس، وهو حل النشاط 14 من ملزمة الكلمة والجملة، الذي ستجدون الرابط الخاص به أسفل هذا الفيديو. كما نذكر أيضا أننا سنضع رابط لكم للعبة إلكترونية على هذا الدرس أيضا أسفل هذا الفيديو. قدم لكم حصة اليوم الأستاذ غنيم سعيد، معلمة اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة البنين، وللقاء آخر في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.